تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك سمن الأشيعي. معك حيدر الحيدري. حيدر الحيدري، طب تفضل يا أستاذ حيدر الحيدري. عندي رسالة لعوائلنا الشيعة. تفضل. إلى كل عوائل الشيعة للتابع وليد إسماعيل. وليد إسماعيل شخص على حصان ويتباهى في نفسه، يتفاهى بدينه. والعوائل الشيعية مثل يعني الناس الأذلاء أمام فرد واحد. وبالعراق عندنا المعمنين يعني أكثر من الشعب، يعني لو ترمي نعال يسقط على معمم، ما في معمم واحد يناظر وليد، ما في شيعي يشيل التليفون يتصل على المعمم يقول له رد على سؤاله. هذا شو يدل؟ يدل ان الدين الشيعي دين مصطنع، دين حقير، دين لا يقوى ان يظهر بالشمس. فارجو كل شيعي صامت مثل القران الصامت اللي عندكم انه ينطق، لا يضل ساكت، لان كل اب وام مسؤول على ابنائه اللي راح يورثون هذا الدين الركيك صنع البشر، يجعل الإنسان عبد للمجوس. فأرجو أن توصل رسالتي للعوائل الشيعية. أنا سني عايش مع شيعة، يعني مجتمعي شيعي، والله أن فيهم رجال عرب وصلاء ما يرضون هذا الذل، بس لأنهم من زغرتهم يعني تربوا على هذا الدين، فيعني صعب أن يخرجون من هذا. بس فيهم عقلاء، فيهم عقلاء. وخاصة أنا أوجه رسالتي إلى شيوخ عشائر الجنوب، أنتوا شيوخ، أنتوا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، أنتوا أهل العقول، أنتم تسمعون وليد إسماعيل، ما عندكم تنتخون واحد من السادة، لأن كل عشيرة عندنا في الجنوب إلها سادة معينين هم يأخذون الخمس. كل عشائر العراق لهم مجموعة سادة متخصصين لهذه العشيرة. هؤلاء السادة يعني بعثوهم يجابون وليد، هذا وليد يصول يجول، ماكو ولا واحد بكم فارس. الله مسهل. شكرا لك يا غالي، شكرا لك، ربنا يبارك فيك، شكرا لك. حياك. نعم. حياك.